بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحنا نرد ما هذا شبكي هذه عارك يا أمين ولا الحمد لله يعني أنت عارم مركي على الله طبعا أنا بريت على مركني خلاص يا لصار دهنا هل كان عارك في فريق سن تريان يعني كل شيء هذا هاي برندي أو أحمل أن راس تاسك الله الله حياتي أنا في تريني إن شاء الله راس كده ما تتاسك هذا ما نقوله دهنا هو حب الدوت ده حضرت انا راح اسوي بيه لعبه غاده تاسي وحب ما يبل رول لا قاعد الله سمعني تمام ما يحبط الله من هاي ها من لا قاعد انا سمعني اوكي انت هو انسان تركتكم بتكلم حوي حق انا واخر متر ايه حتى انا اخر يا مره هو ده غادي وايبه وحنا لسه صفقي ثاني اسي وعد لحدي ها انت انا انت انا يعني اها اها وصلت دوا على سمعت صوت الاحسيتان وعلى قصه قريه انا شايفه قصه قريه على قصه قريه وكان دمياك كيف فوسك اسكي ايمانيين لا كان في دي هلك دلبي بلوكاش كها وهلكي داتا سنه دبي دو بخليسي وهلك ابو حكم ما هلك قصبه كتور ان شاء الله كونوا حاضر كونوا حلمين وضيق اركاي ان لغا غورو اون تومبوير سيسنو شيبر يلا عصمش هندقنا سلام الله حل حل سلام الله كويلة كرنا يتبوي كسر وقصر عن كنت كينا مس عزين كرنا دي ركا وخسارة لا بد نقطة أرك كلا ها سيد جنت كلا يد ميسر ها ركا وينا كنا هوسا بدي أقوى نادي بلاو سؤال ما هنا ده بلا فكيو كوي بلا فكيو ده بس ترينو كل شيء أيه جد جد ده حاجة سرعة بس ندي تيرو أيه وحمر كانوا مثلا لو دمنا ناتشين برا دي هالكلمة هذيو أيه إن توبوي كنا الكوغل الكوغل بسوي تودة إن فائدة ده كده من واحد هيدنا سوريجان توبوي كنا نطق هارن يا هارن مركا يمني بحاجة شيء برا كل يوم فنسي كل حاجة يندي كل كيسو على رواك أها سكت تومبو ده برا صورة حاجة ما لطفا هاي سكت تومبو سلوية أيه كوا كوا الصباح الكوالا قضايا كو هكا كو صديق هكا والله اه كوي هرويان كوي هرويان والله قضيه هكا قدها انا ميد سو كانسان هيا قدها انا سو كان ابي اها ايه هكا صاغ قضيه عبد الله يخدم ان شاء الله تشين قد ماشي مال صار شي قدر صار انا ابو قاعد وياي عبد القادر ابراهيم جامع انا راديو تش نحيتك هول قلا اتو عدي اسبيتال ماري قيبتي عند يكترين او الهي ما هدي وياه مركان أقول ميلك أيام بلقان أي دتك عبسة يا جبر أركا سي يقول ريسي يسوى إجمته أي مجا عيجا هم كان كشيجيني وجبر ولا شيء يا جبر كلا يدنا فيناس أختر كوين أرمي كا أو يدنا كير جابس تي مجا عيجا نشجع تريد صدقتها صدقت بام كلا بحياة وضاي جاي جاول نتي أيام دهنا أيام صدقت كلا بحنا قادرة أنا أقول أركا سنكشنا يا العتي دي تريد لا بد هوانا هي الأخطر كي قابتي يعني من كميل كهاي لما يستري حتى أخطر ما إيه أخطر ما كان ميل يف يوحله يا هاي في ميل في ميل صدق حتى ما وارد في ميل يا صدق حتى ما وارد ميل هي يمكن أقول يعني ولا بقى يبغى ودير له حي مركا قابتها رجع أيام ما نقعد مركا ده يحترو بعدين عند ما يستري إلى يفديني إيه ما كانت دخل مايا محايد كل دليل مركائر دختر كاتي ورستان وحنا نقول دليل ويدي روسي لعك كل بعد سنة حنوصل هي قبل ما راح شيء سيل عيد وصوم راس عرقتي ده بدي تصدع وكوي بدي أنا بسنا ولا بس قعدت الواقع هذا ساس كوي بدي إلا هذا أنا دايم دخل مايا ما دام عندنا منو مايا كا محاوك تعلم مركات سلالة والله تاجن قرب ما يو لكن قلت المسؤولين تي إلا هذا أرد الجواب كما هي يجا لكن دكتور كوتون ورئيسته يقولي قابتي في ميل كه يا لو قدر دهنا مركا مركا مر بالا ولا فريا قابتي في ميل كوش قيني سوى شو بيوت كم عمي أيام صوب بعجل مي أنا قد اسمه هكذا نور ما ده شو بيوت كله ديجيتري واسكع عادي مثلا أركي لكن بحب كير سيبي لأنه بعد بس لكن ما قرن كرو والله قبل ده تاني واي ما ممكن تلفون كي جمع قبلنا يا تك صوت فرملاي
وحكر شيكن دونا المامور كدكتور كمقرطي لكن انتي انا نقدر نيت اي وحي دمستري دا ترو باهنا وان دمستر ني او الى فدي غودا ما اي يغم بلغ سوغي اين فران يغني و بري وح جوابنا كما هي حدا ان كان هاوشن او غلنا الا حدا سيلع بو سدي او دباتيسي او سوغي مر وربا ان تليفون كو قراعنا ويديننا هكي بلغ حمريا إما جوا حنا سكوا قادنا بينا إن كيرا علاج ورادنا ما دام ممكن يفرمي واي إما حاجاتنا حاجاتنا والوجرة حبس وابلاي وارن عجاجن أو دباتيسن أو عيد بيسينين نكي سين ها كوسا حاجة بحاجة عن سكوا هي سو ما تقرن سير كي سيبار كنوا يمدنا كعن سمك كوا هي أن كوجين مسؤول كاها ما أنت حاويا بيبك هاستا مشا ترى مرهرة دي أي فرو لهين إن كير ما أنت وكتير لها oo halka lagu tala galay halka isku jiray la way sabta awgiiba ku yimidey maana gacanta loo qaado oo loo dhiso dhamaystiro noo dadanay noo furnaamiyay rabadan ka hor statement kimiba naga soo dhacday hadana sagaal tan kimiba had ku dhacday dabadeeto sidiiba ayaan isku laanahay maamulka marka waxa weeyaan way shaqa maamulka ka yimidey marka maxaa ugu baaqaysaa maamulka maamulka waxaan oran lahaa inaa degdeg ah u furan tobe gan ka dhinay imika waxa weeyeen ee bilaashka iyo dhaqtarka uu leeyahay waxaan si daraa aan waxaan ahay in reesila misul reesila kullayno kulay gabadh visa ugu timid oo mareega timid oo reenada aamina xufle ayaa waxay aragtay inaan ku xanuunsanay oo ku dareensan degmada seelaha waxay iga codsatay inay wuxdo dhaqtirtii inaan ku xiro dhaqtirtii reer boorama ee ilaajka waxa la soo xiriiray abdullahi suweer dhinka meena dhimirka marka abdullahi suweer baan u garanay waxa ku noo dhimir wax ka shaqeeya dhaqtirkii boorama muuna ka shaqeeyin ana raadinay wiigoola waxa uu soo jawaabay wax dhaqtar oo meesha ka dhisan haba yaraatee ma jirto uuna burbursan yahay ilaa haddana dhib lama dhigi karo ee haddaad dawooyin ku baahatiin dawooyinka baa la soo diraya halka markuu marayo gabadhu waxay tirin ismaha lay soo qiimeeyo wixii ku baxaya anaa dhammaystiraya in hawshaasna een waxaan soo xil saaranayaa cabdiqaadir suweeri waxaan isku xilay inaan isbaro cabdiqaadir iyo gabadhii anigu anaa isku xilay hawshii cabdiqaadir fiidiyo loo soo diray gabadhiina uu diray inuu hawshii dhammaystiray goormay dhammaanaysaa baan dhihin waqtigii dhow ayaa la furayaa buu yidhi jawaab inagu soo celiyay inay maamulkii meesha joogay ay diideen markii hawshii dhammaystirantay in la furo sababtii la hadda loo furlayahayna anugu garanmayno wixii gabadhaasi ay la baxday mucaawino iyo dadkii kale umadii kale caawinayana waxay weysooyeen dhakhtarkii in la furo facebookyada waan ka shaacinay twitterada waan ka shaacinay meel buwan gelinay yaa ilaa hadda wax jawaaba oo ka hadlayo oo mas-uuliyadda dhakhtarka sheeganaya ama buurma ha joogan ama ha joogan caasimadde oo ka hadlaya anagu ma hayno waxaana si daraa marka anagoo ree awdala oo ree siira ah haddii gobolkii awda gudihiisiiba laga lahay in dhakhtarkii weynaa uu jirin meel dadka cilaajka lagu hayo ee mas-uuliyadda meesha joogta dhibkaas haystaa yaa anagu imika waxaan isku dayeynaa inaan dadka dee lacagta ku haya dadka cilaajka inaan ninkii imika ku tabino anaa gacanta ku hayay anugu waan soo xagaa baxay imika waan noqon lahaa gaarigii waan u celin lahaa gaarigii waa iga cadila marka imika waxaan raadinaynaa meeshii kale inaan ku hayn lahayn inankaa halkaa in aan ka hadlayay imika inankaa seelaa jooga waa inaan nasiib u yeeshay inay gabadh caawiso kuwo badan oo ina caawin oo iminka magaalada siira ilaa loo yacdo ilaa duqashi maraysta oo baka garyaad uu ku laayay haraadka iyo kuwa halkan jooga magaalada iminka arrimida ku arkayba way jiraan oo dareysan oo ilaa hadda meel lagu xakameeyay ayna jirin oo jaaliska noocaasna heli kari lahaa haddii meesha loo furi lahaa marka waxaan codsanaynaa xukuumadda iyo odayada iyo cuqaasha iyo mas-uuliyiinta gobolka barasaabka maayarka intaba inay ka fiirsadaan arrinka isbitaalka weyn ee dhimirka taasoo imika intiisi badnayd gacan laga geystay weliba sababtii la hadda loo fulaynaa aan garan lahaa anagoo dadka lagu hayn lahaa taasaan sugud gelinaa anagoo